بس خلص انا ما بحب اكبر الموضوع. بتعرف جابري؟ هيك قاعدة مع الشباب. كيف؟ شاوي. يا ويلي. ليلة؟ ليلة؟ اقعد اقعد شوي. اسمع بنحكي اقعد نرتبها قديش لسه الساعة 5. نرتبها. شباب بتعرف مين ذكرتني انت؟ مين؟ ابوي اشطر واحد في الدنيا بيعمل مشاوي. ابوك اشطر واحد في الدنيا بيعمل مشاوي. ما دقتش مشاوي ابوي انت. اسمع يعني مشاوي. عرفت؟ طبعاً ابوي غير يا زلمه. ابوي اشتقت له على فكره والله العظيم. صار لي زمان مش شايفه انا ابوي يا رب. بس اطلع بعيونه بحس بمية شعور غريب هيك. تحس برجوله, بتحس بقسوه, بس برضه بنفس الوقت تحس في حنيه هيك. تحس هيك دائما عم بغمرك عم بحبك. دخيل الله يا ريت. يعني بتمنى اكون زيه بس اكبر. تعرف ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله يا رب. بس بتعرف كمان بخاف احيانا, بحس انه في مسؤوليه علي. يعني نفسي يكون الابن اللي يفتخر فيه. اكيد مفتخر فيك ابوك يا زلمه. يعني انت مش ولا شيء غلط في الدنيا. لا ايش بدوش يفتخر فيك. انا عارف انه غلط لك غلطه يا مان مره بهالدنيا. اسمع هالاغنيه هاي كثير كان يحبها, كنت دائما مغني له اياها. يلا سمعني. ولا مرة كنا سوا, ولا مرة جمعنا الهوى, ولا مرة سهرنا سوا, ولا مرة قعدنا سوا, ولا مرة يا حبيبي جمعنا, يا حبيبي جمعنا الهوى. يا حبيبي. ولما عيوني شافت عينيك بالليل يا روحي وغارت عليك. سهران بقربك حيرني بعدك, ضايع وقلبك ضاع من ايديك. وانا غنيت لعيونك, غنيت لقربك, غنيت والله غنيت. ولا مرة يا حبيبي جمعنا, يا حبيبي جمعنا الهوى. وفر نواهبك لليلة. اسمع قوم نحكي مع الشباب على السريع. طلع ونحكي مع ابوك خلينا عملنا مشاوي. تعال حبيبي تعال. اشياء مش طبيعية. عملني اشياء الله اللي حكيتها مش من الله. يعني حكيت الله. عارف كيف انا عن جد الله عن جد. الله حلو. 97. وهي طلع. انت خلصتي؟ انت نظام السفر؟ انت سلطان؟ 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 انت